مشاهدينا أهلا بكم في موجز أنباء مصر البلد. السيسي يلتقي العصار ويوجه بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل في مصر. اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من معدات عسكرية من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي في قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى. المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي يقيم دورته الأولى. أقام المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي دورته الأولى في التخطيط والأمن القومي أمس الجمعة، والتي قام بإلقائها عميد القوات المسلحة المصرية محمد يوسف، وذلك في إطار دورات الأمن القومي للتوعية والتثقيف السياسي للمصريين عامة والشباب خاصة، بحضور رئيس المجلس المستشار ياسر سمير واللواء عز العرب الناحل المستشار الأمني للمجلس. رئيس الوزراء الكويتي يبدأ غدا زيارة رسمية لمصر. يبدأ الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتي غدا الأحد زيارة رسمية إلى مصر في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات. الصحة توجه بتحويل مركز طبي في جنوب سيناء لمركز لعلاج الأورام. تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان التجهيزات الجارية بعدد من المستشفيات الحكومية المصرية، ووجه الوفد بتحويل مركز طبي في جنوب سيناء لمركز لعلاج الأورام. وإليكم حالة الطقس. نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، حيث تسود البلاد موجة حارة على السواحل الشمالية والقاهرة، مائل للحرارة على الوجه البحري، حار على شمال الصعيد نهارا، لطيف ليلا. مشاهدينا انتهت نشرتنا، قدمتها لكم مريم بشير، شكرا لكم.